جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا أيضا: هل يكون كلامي مع صديقاتي ألا يخبرهن بأني فرحة ومبسوطة؟ وأقول: الحمد لله، إنني صمت الأيام الست من شوال، وإنني بدأت أقوم الليل، مع أني ولله الحمد ما صمت ولا قمت إلا لوجه الله سبحانه وتعالى. هل يعتبر هذا من الرياء؟ الكلام عن أعمال الإنسان لا ينبغي إلا إذا دعت إلى هذا حاجة، كان تريد نصيحة أخواتها حثهن على صيام التطوع وقيام الليل فتخبر بذلك من أجل تشجيعهن وحثهن على فعل الخير ليقتدين بها، فلا بأس بذلك. أما إذا كان القصد من ذلك أن تمدح نفسها بهذا العمل فإنه يكون من الرياء وربما يحبط عملها.